فضيلة الشيخ، هل من توجيه ومن كلمة لأولئك الذين يؤدون فريضة الحج والعمرة ثم يقعون في بعض الأخطاء، هل من توجيه لهم للتزود بالعلم الشرعي أيضا؟ نعم، لنا توجيه لهؤلاء وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى على غير علم، فإن كثير من الناس يصلون ويخلون بالصلاة وهم لا يعلمون، وإن كان هذا قليلا لأن الصلاة والحمد لله تتكرر في اليوم 5 مرات ولا يخفى على أحكامها الكلية العامة على أحد، لكن الحج هو الذي يقع فيه الخطأ كثير لا من العامة ولا من بعض طلبة العلم الذين يصلون بغير علم. لذلك أنصح إخواني المسلمين وأقول إذا أردتم الحج فاقرأوا أحكام الحج على أهل العلم الموثوقين بعلمهم وأمانتهم، أو أدرسوا من مؤلفات هؤلاء العلماء ما تهتدون به إلى كيفية أداء الحج. وأما أن تذهبوا إلى الحج مع الناس ما فعل الناس فعلتموه وربما أخذتم بشيء كثير من الواجب فهذا خطأ. وإني أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم، أضرب لهم مثلا برجل أراد أن يسافر إلى المدينة وهو لا يعرف الطريق، فهل هو يسافر بدون أن يعرف الطريق؟ أبدا، لا يمكن أن يسافر إلا إذا عرف الطريق، إما برجل يكون دليلا له يصاحبه، وإما بوصف دقيق يوصف له المسير، وإما بخطوط مضروبة على الأرض ليسير الناس عليها. وأما أن يذهب هكذا يعوم في البر فإنه لا يمكن أن يذهب. وإذا كان هذا في الطريق الحسي فلماذا لا نستعمله في الطريق المعنوي الطريق المثل إلى الله؟ فلا نسلك شيئا مما يقرب إلى الله إلا ونحن نعرف أن الله تعالى قد شرعه لعباده. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل. ولهذا أورد البخاري رحمه الله ذلك في كتابه الصحيح فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل لذلك بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.